اهلا بكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، لعيب على ام بي سي مصر، ومعانا واحد من نجوم الكره المصريه كابتن سيد معوض نجم مصر. ازيك يا كابتن سيد؟ ازيك يا مهيب؟ كل سنه وانت طيب. وانت طيب يا مهيب. رمضان كريم عليك. رمضان كريم علينا وعلى الشعب المصري وعلى الامه الاسلاميه كلها ان شاء الله. ان شاء الله كده نشوفك ما شاء الله فورمه. ان شاء الله. كنت مبدع امبارح في الكوره. لا انا بوصل لك رساله بس، انا قلت لك قبل كده يعني ايه امبارح كنا بنلعب خماسي، بعد ما خلصنا قال لي فاكر الرساله اللي قلتها لك، شايف المستوى هنعمل ايه؟ بس انا امبارح كنت متالق. عوده حميده، عوده حميده، عوده حميده، عوده حميده، خدها بدايه كويسه، النفس بس بدايه كويسه، جونين جامدين برضه. يعني انت في جون انا جبته قلت لي ايه؟ قلت لي لو ما كنتش جبته. بص، ما انا كنت متعود حتى وانا في الملعب، يعني طالما لفيت من وراك ولازم تعمل لي الباص، لو ما عملتوش الموقف ده حصل لي مثلا مع وليد سليمان مثلا مرتين ثلاثه، اعدي من وراه مثلا، فسبحان الله كان بيجيبها جوان، فكان بيبقى حظه حلو. اقول له حظك حلو فعلا. طيب عايز اتكلم على تريزيجيه. يعني تريزيجيه كنا لسه بنتكلم في الفصل انا وانت عليه، واحد من اللعيبه الكبار، من اللعيبه الملتزمه، اللعيبه المنضبطه، اللي مش واخده حقها اعلاميا. مش واخده حقها اعلاميا دي ليه؟ مش عارف. ده السؤال يا مهيب اللي انت سالته، ده الاهم دلوقتي. يعني مش فاهم، يعني بكل امانه، يعني لعيب بقاله سنتين في الدوري التركي، من افضل اللعيبه اللي موجوده، كميه اهداف بيجيبها، لا مش اي اهداف كمان، بيجيب اهداف يعني غير طبيعيه، مؤثر بدرجه كبيره جدا مع فرقته، مؤثر بدرجه كبيره جدا مع منتخب مصر، سبب من اسباب صعود منتخب مصر لكاس العالم، سبب اي مكسب لمنتخب مصر هو جزء منه. فالتصيت اللي فيه مش موجود، يعني ما فيش النسبه العاليه بالنسبه لتريزيجيه. مش عارف، بس انت فاهم في اوقات كده بيبقى لعيب الكوره بيبقى ما بيبقى حواليه حاجات كتيره واخبار كلها سواء غلط او صح، بتبقى مفيده. انديه كتير جدا سواء في ايطاليا، في المانيا، في انجلترا، كل الانتقالات بتلاقي اسماء انديه. فرنسا اخر حاجه امبارح او النهارده مكتوب ان هو ليون بيفكر في السنه اللي فاتت كانت عنده عروض، انما هو جوه مصر الناس مش مديله حقه بكل امان. على الاداء اللي بيعمله، على قوته، على ادائه مع منتخب مصر، على ادائه مع فرقته، على تاثيره الايجابي على الفرقه او المنتخب، لا مش واخد حقه. يعني انا واحد من الناس اللي شايف ان هو من افضل اللعيبه خلال السنتين اللي فاتوا، سواء في ناس اتكلمت وقالت ان تريزيجيه مع منتخب مصر اهم من محمد صلاح، الكلام ده صحيح؟ لا، هو تريزيجيه بعد محمد صلاح. ايوه، يعني تريزيجيه بعد محمد صلاح، محمد صلاح هو اهم لعيب خلال الثلاث اربع سنين اللي فاتوا في الكره المصريه. تمام. انما تريزيجيه هو اللي بعد محمد صلاح، وهو اللي التاثير الاكبر بعد محمد صلاح. تمام. يعني اظن ان هم الاثنين من الاسباب الرئيسيه لوصول منتخب مصر لنهائي افريقيا، لوصول منتخب مصر لكاس العالم، للاداء الجيد اللي حققه خلال الفتره الاخيره منتخب مصر، وجودهم هم الاثنين. انما هو مش واخد حقه، يعني صلاح واخد حقه. انما تريزيجيه لا، الناس مش ما فيش الاهتمام، حتى اخباره مش كتيره مهيب. يعني انا ما يمكن انا بقول لك ان كويس ان هو عمل مداخله وبيتكلم، ان لازم تريزيجيه يكون موجود، يعني لازم على قد ما بتتعب فتلاقي الاصداء موجوده او تلاقي ردود الافعال موجوده. فواحد من الناس اللي تستحق مكانه اكبر من الموجود فيها او من الناس بتتكلم عليه في مصر كده. احنا عندنا قناعه بتريزيجيه، وعندنا قناعه ان شاء الله ان هو في الموسم القادم هيكون في فريق كبير باذن الله، واحنا معاهم متابعينه وراه، وان شاء الله يكون مؤثر في كاس الامم.